كل الاتحاد والتقدير ليه كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. عوده من جديد لبطوله الدوري العام، الاهلي وفاركو اليوم على استاد القاهره في تمام الساعه 7 الجوله 28. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا، الجهاز الفني مستر كولر بمشيئه الله النهارده يكون عنده الخطه المميزه لتشكيله الامثل، سيناريوهات المباراه الحقيقه المعتاده من مستر كولر بيقرا بشكل كبير جدا ومميز كابتن ايمن الحقيقه من خلال التحضيرات الفنيه، من خلال الهايلايت سواء اللي هو بيشوفه او ايضا كمان اللي بيحاول ان هو يوصل كل معلوماته ليه لاعبي النادي الاهلي عشان تقدر تطبق 90 دقيقه مهمه جدا. فريق فاركو عنده رغبه كبيره بالتأكيد، حقق نتيجة أخيرة أمام الاتحاد السكندري، فريق مميز الحقيقة الاتحاد السكندري، لكن عنده الرغبة وعنده الطموح. لكن أنت عارف يا كابتن أيمن، أي حد بيواجه النادي الأهلي، أي فريق بيواجه النادي الأهلي، هي مباراة كاس، هي مباراة بطولة، ما بتشوفش المستوى الفني، ما بتشوفش المجهود اللي بيبذل أمام أي أندية أخرى غير النادي الأهلي. عشان كده النهاردة مطلوب من فريقنا كل الجهد وكل التركيز وكل الإصرار إن شاء الله النهاردة إن أنت تحقق ثلاث نقاط مهمين جدا في ظل ضغط رهيب لبطولة الدوري العام. بنعذر الجهاز الفني، بنعذر اللاعبين، لان مفيش وقت ان انت تلحق ان انت تصحح اخطاء، تلحق ان انت تحفظ لاعبين جمل جديده، الوقت مضغوط جدا. عشان كده مجهود كبير بيبذل في التدريبات في التحضيرات، ويتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع اللاعبين اللي رهاننا الكبير عليهم دايما، بيجتهدوا في التدريبات، بيجتهدوا بشكل كبير في مباريات وديه، في امور عديده جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النهارده لفرقتنا، مباراه مهمه جدا، لكن يا رب ان شاء الله يكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. كالعاده كابتن ايمن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي على الاجواء الخاصه هنا في فندق الاقامه، تحركنا الى ملعب المباراه، الاجواء المعتاده اجواء طيبه جدا، كلها تركيز. معسكر النادي الاهلي الحقيقه معروف عليه التركيز الكبير جدا، الصمت، الهدوء، التحرك من الفندق طبعا من الغرف الى قاعه المحاضرات الى الغرف مره اخرى الى وجبات الغداء وايضا كمان وجبات الافطار معتاده الحقيقه، ولاعبتنا عارفه اهميه هذه المرحله بشكل كبير. اتكلمنا على التحضير واتكلمنا على الشكل بالنسبه لمستر كولر اللي يمكن ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيه النهارده في التشكيل، لكن الغيابات كبيره وغيابات مؤثره، عدد كبير جدا النهارده، سواء لاعبين بتطلع لمستوى لرؤيه فنيه او ايضا كمان لاعبين للتاهيل ولاعبين اصابات بشكل كبير. لكن لو بتكلم بشكل عام كابتن ايمن على الخروج النهارده، عدد كبير من اللاعبين على راسهم رضا سليم للرؤيه الفنيه، كريستو، محمود متولي، وكريم الدبيس، ده يمكن كان اختيار للرؤيه الفنيه، بجانب ايضا كمان احمد نبيل كوكا، ينضم منهم عمر كمال عبد الواحد، بيرسي تاو، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف، عدد كبير الحقيقه من اللاعبين. لكن ان شاء الله باذن الله السكواد النادي الاهلي عنده خبرات كبيره، الروح الكبيره اللي بنشوفها في التدريبات امر مهم جدا ان انت تطبقه النهارده في حضور جمهورنا، جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله دورهم يكون كبير جدا في التحفيز وفي التشجيع وفي شد اللعيبه في توقيتات. ميزه جمهور النادي الاهلي ان هو بيعرف امتى يشد اللعيبه، امتى ان هو يتغنى باسم النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله النهارده مع المجهود اللي بيبذل ومنتظرينه من لعيبه النادي الاهلي يكون جمهور النادي الاهلي له دور كبير في هذه المباراه. الاجواء مطمئنه والاستعدادات اكثر من رائعه زي ما بنقول يا كابتن ايمن، لكن التوفيق مهم جدا ان يكون معانا في مباراه ممكن تكون صعبه، التكتلات الدفاعيه هنشوفها النهارده في المباراه، ان انت تلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي بتكون فيه صعوبه شويه، لكن ان شاء الله مستر كولر يكون عنده التحضير، عنده البديل، عنده على دكه البدلاء كروت يقدر ان هو يعني يفوز بيها، يقدر ان هو يغير بيها في توقيتات معينه، يقلب شكل التكتيك، شكل الاسلوب، شكل المباراه. ان شاء الله باذن الله يكون موفق جدا في اختيار، موفق جدا في القياده الفنيه من خارج الخطوط، 90 دقيقه مهمه جدا بمشيئه الله، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله تكون الثلاث نقاط اليوم من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله كابتن ايمن كالعاده هنكون متواجدين مع كل جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه، بننقل كل الاجواء الخاصه بمباراه اليوم الاهلي وفاركو من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، ومن ملعب المباراه بمشيئه الله نكون معاك من جديد يا كابتن ايمن، ننقل بقى الاجواء الخاصه بدرجه الحراره الصعبه جدا بالتاكيد في استاد القاهره، حضور الجماهير، الترتيبات، التحضيرات الخاصه بمباراه اليوم، ويا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد جدا على كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.